العشرة والسابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. مصادر دبلوماسية تؤكد للميادين: قطر سلمت حماس لائحة بأسماء أعضاء في الحركة يجب أن يغادروا الدوحة. القوات العراقية تتقدم في الزنجيل بالموصل والنازحون يروون للميادين معاناتهم مع داعش. أكل ماكو، كش ماكو، كش قحط. قوات سوريا الديمقراطية تمشط المنصورة وهنيدة بمحيط الرقة وتعلن قرب إطلاق عملية السيطرة على المدينة. وزارة الدفاع اليمنية تعلن عن سيطرة الجيش واللجان على معسكر التشريفات والقصر الجمهوري في مدينة تعز. أكدت مصادر دبلوماسية للميادين أن قطر سلمت حركة حماس لائحة بأسماء أعضاء في الحركة يجب أن يغادروا الدوحة. المصادر كشفت أن اللائحة ضمت بشكل رئيسي أسماء أعضاء في حماس ينسقون مع قيادة الحركة في الضفة الغربية، وأشارت إلى أسف قطر لاتخاذ خطوة كهذه بسبب ضغوط خارجية. المصادر أشارت إلى أن المبعوث القطري تمنى على حماس الإفادة من مسؤولي الداخل في التواصل مع الضفة بدلا من مسؤولي الخارج. المصادر تؤكد أن اللائحة التي تسلمتها حماس أولية وتضم أعضاء وردت أسماؤهم أخيرا في تحقيقات مع أسرى لدى الاحتلال. معي مباشرة من غزة المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم المدهون. أستاذ إبراهيم، سعد الله أوقاتك، وفي أي إطار يمكن أن نضع هذا القرار أو هذه الخطوة القطرية تجاه حماس؟ وحتى اللحظة لم يصدر من حماس أو من قطر أي إشارة إلى هذا الموضوع، ولكن لا شك أن قطر تتعرض إلى ضغوط أمريكية بل وضغوط من الإقليم بسبب رعايتها لحركة حماس ولفصائل المقاومة ولعلاقتها الجيدة معها. وهذه الضغوط إذا ما زالت عن حدها خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولها سطوة في المنطقة، أعتقد قد يكون هناك استجابة جزئية وقد يكون هناك بعض الأمور التي لا طاقة لقطر في تحملها. طيب أستاذ إبراهيم، هنا نتحدث عن خيارات حركة حماس. المصادر الدبلوماسية التي تحدثت للميادين تحدثت عن قائمة بأسماء محددة، ولكن المطلوب أمريكيا هو أن تغادر حماس نهائيا أو حتى قطع علاقة الدوحة بحماس. هنا نتحدث عن الخيارات المتاحة أمام حركة حماس في هذه الحال. وحتى لو اعتمدنا أن نحن على في تحليلنا على ما قالته الميادين أو المصادر الميادين، لم يتم الطلب من قطر أو قطر لم تطلب خروج قيادة حماس بل عناصر من حركة حماس كما يعني ورد في الخبر. نعم نعم، وأعتقد أن هذا تعرضت له حركة حماس قبل ذلك مع بعض الدول التي تستضيفها مثل تركيا لما طلب منها بعض القيادات العاملة والفاعلة مثل صالح العاروري. أعتقد أن حركة حماس لديها مساحات في التحرك ولديها مرونة ولديها قدرة على استيعاب مثل هذه الضغوط، لأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض دول أو يحدث هناك حالة من حالات التحرك لعناصر من حماس أو حتى لقيادات من حركة حماس. كما أن وجود القيادة المركزية الآن لحركة حماس داخل قطاع غزة، رئيس الحركة ورئيس الجناح العسكري وأيضا رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وهناك قاعدة صلبة لحركة حماس، أعتقد هذا سيخفف كثيرا من أي قرارات من هذه الدولة أو تلك. كما أن يبدو أن التطور العلاقة خصوصا مع دول إقليمية مركزية مثل إيران سيعطي لحركة حماس المساحة الواسعة للتحرك بشكل أكثر يعني أكثر إيجابية وأكثر فائدة لها في المرحلة المقبلة. طيب ما جرى الآن فيما يتعلق بطلب خروج بعض الشخصيات من الدوحة، سبقه كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض حيث قال وسمى حماس بالاسم. هل تعتقد بأن
ما يجري أو الأجواء الآن، المناخ الآن يشي بأن ضغوط كبيرة تحضر أو مخطط معين يحضر تجاه حركة حماس، طبعا بإضافة لحركات المقاومة التي ذكرت؟ نعم نعم، ولا شك أن السلوك الأمريكي الجديد مع الإدارة الجديدة يؤشر أن هناك استهداف لحركات المقاومة لحزب الله وحركة حماس في المنطقة، وجعلها أولوية الاستهداف الأمريكي. ويبدو أن الخطاب الذي ألقاه ترامب في المنطقة ومن ثم القوانين التي يطبخها الكونغرس والتي تستهدف أيضا الضغط على الدول والضغط على حركات المقاومة، كل ذلك يؤشر أن لا، هناك حالة من حالات ربما الصعوبة والتعقيد الذي ينتظر حركات المقاومة، خصوصا حركة حماس في المرحلة القادمة، والذي يحتاج منها إلى بدء بعض الخطط البديلة والتفكير والتحرك بشكل أكثر يعني حنكة وأكثر كمان توسعة في المرحلة القادمة. ولكن لو اعتمدنا أن حركة حماس المركزية كما قلت في الإجابة السابقة مركزيتها في قطاع غزة سيخفف عنها كثيرا، هي في قطاع غزة سيدت نفسها، تستطيع أن تتحرك، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع قوى ومع فصائل ومع حركات ومع دول مركزية يمكن أن تواجه أو على الأقل تشترك معها في العداء للاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح وصريح، بالإضافة أنها أيضا قادرة على تحمل الضغط الأمريكي وقادرة على مواجهة الضغط الأمريكي، وهنا أقصد بشكل أساسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم المدهون المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة. اخترقت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم جلوبال ليكس صندوق بريد السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة. موقع انترسبت الأمريكي نقل أن الرسائل تظهر تعاونا إماراتيا مع مراكز أبحاث داعمة لإسرائيل لمواجهة إيران. وتابع أن العتيبة تساءل حول تغيير مكان القاعدة الأمريكية في قطر. وأضاف الموقع أن الرسائل تكشف اتصالا إماراتيا أمريكيا لمنع عقد مؤتمر لحماس في الدوحة. وفي الرسائل فإن العتيبة قال أن دولا كالأردن والإمارات هي ما تبقى من معسكر الاعتدال، معربا عن رفض وصف الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي بالانقلاب. خرج المئات من أهالي حي الزنجيلي الخاضع لسيطرة داعش في الساحل الأيمن للموصل. الميادين نقلت مشاهد مباشرة للنزوح الذي حصل تحت نيران قناصة داعش بحسب الأهالي. وروى النازحون معاناتهم داخل الحي، حيث لجأ مسلحو داعش إلى منازل المدنيين، كما عانى الناس من شح المواد الغذائية. غطاء ناري وفرته القوات العراقية بعد ضربة جوية نفذها طيران الجيش الذي يواكب قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع، وبالتالي يعني كان هناك انهيار عسكري في النقطة التي كان يحاصر بها داعش العائلات والمدنيين. يمكن أيضا أن نأخذ رأي أحد المواطنين، من أي منطقة وشلون وصلت لهنا؟ والله من الزنجلي، قرب علينا الجيش وأشرنا وطلعنا ركض كلتنا، كنا بالبيوت محصولين، يعني باب الحوش ما نقدر نفتحه. هنا رب أسرة يحمل طفل رضيع، شنو شعورك؟ والله هلكنا هلك، هلكنا هلك، ايش قصرنا؟ هاي ما ست اشهر لاق عليها حليب، ماكو عليها حليب، حليب ماكو عليها. ليش؟ شنو سبب ماكو حليب؟ منو يعطينا؟ لا اكل لا شرب لا ماي، ما يبيغ نشرب، ما يبيغ وصخ، ما صالح للشرب. ما يبيه حصى علينا، بالله العظيم ما يبيه حصى علينا. ماكو والله، اكل ماكو، كش ماكو، كش قحط. نزامنا من الطاقات، من الطاقات طلعنا، خلصنا من داعش الارهابي الحمد لله. وشفا كيف وصلتوا للقوات الامنيه؟ جينا ماشي عليهم، ركض هم بالشارع واقفين، ايه وجينا عليهم تعبانين. شعورك انت اليوم؟ الحمد لله، عيد عيد عيد، اكثر من عيد صار عندنا عموه. هذه هي نقطة الوصول الأولى كما ترصدها الميادين، وعملية الإخلاء التي نفذتها قوات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع للمدنيين الذين
حاصرهم التنظيم. احنا خلصنا من هذول الانذال دواعش الكلاب، جو موتونا من جوعنا، دمرونا، ما خلونا لا نطلع عن جبك الا نشرب، وياكلون هم كل شيء ياكلون، التمر وكل شيء ياكلون، واللبن، واني اولادي حصر عليهم اللقمه دي ياكلون، الله ينتقم منهم ان شاء الله. نرصد مدنيا حتى افلت دون ان يرتدي عفوا يعني ليقي نفسه حر الارض. مين من يامن طلع؟ من الزنجيل اخويا. شلون طلعتوا؟ والله من الموت الحمد لله. شلون طلعتوا؟ الابطال طلعونا من السطح، نزلوا علينا الاتحاديه وطلعنا، والدواعش مثل الارانب صاروا. شلون طلعتوا؟ شلون مشيتوا؟ قد مشيتوا؟ والله من اي والله بس اريد نطلع، ما اريد بعد حتى اعيش عندهم، خاطر الله ملينا، تعبنا، جوع، موت، كل شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، قولي منصورين. منصورين. يلا بابا. يعني. ها شو عليه دم؟ هذا قتلوا ابوه على الجسر الخامس ويا 17 اللي قتلوا، وهسه قتلوا امه وحلف يمين قال انا اخذ ثاره. الحمد لله على السلامة. شو المجاعة كانت؟ مجاعة، ايوه حنطة على ناكل، حنطة، مي ماكو، نشرب مي من السواقي والله. والله موتونا بدل والله حتى ما يبير ماكو. والله العظيم بالزور ينطونا كل يوم احنا شويه شويه نكره نكته، والله ما يشرب الماء مثل العسل على الغرفه. والله الله يعافيكم، الله يخليكم. الله يخليكم. الله يسعدك. ايش السيارات عم جد خلصتونا من الكلاب قواويد ولا لا؟ ما والله قوة خلصونا شرطة الاتحادية على راسنا تعبانين. اختاروا المواطنون العراقيون النزوح من قبضة داعش صوب مناطق انتشار القوات العراقية، حيث يتلقون المساعدة والعون، على عكس التقارير الإعلامية التي تثير الشبهات بشأن تصرفاتهم مع المواطنين. في لحظات الخوف والفزع والفوضى تسمع الأذن الكثير ويبقى الأصدقاء ما تراه العين. امرأة كغيرها من العراقيين تحاول الفرار من قبضة داعش لترصدها رصاصات قناصاته. محاولة هرب كان سيقدر لها الفشل لولا تدخل أحد عناصر القوات الأمنية العراقية. شاب يخاطر بحياته تحت نيران رصاص القنص ومداه لإنقاذ المرأة. لا يهم اسم المغامر، فهويته واضحة، إنه جندي في الجيش العراقي. ما يشكل مفصلا حياتيا مهما للسكان والمواطنين هو تفصيل ضمن يوم عادي للجنود والمقاتلين. تسمع الأذن روايات عديدة، كثير منها يحاول تشويه صورة القوات العراقية وتحديدا الحشد الشعبي، ولكن شهادات الأهل تقول عبر الدموع والتصرفات أكثر وتأتي أصدق. عافية الولد، عافية أخواني، عافية أولادي، عافية. الله يسلمك. ما أقدر أحكي، ما أقدر أحكي من الفرحة. جزاكم الله خير، والله ينصركم. الأبطال طلعونا من السطح، نزلوا علينا الاتحادية وطلعنا، والدواعش مثل الأرانب صاروا. هذول أخواننا، يكون أخواننا ورفعة راسنا، ما نعوفهم لو للموت. والله والله بس جاي جاي لتحرير الارض والعرض، ما جاي طمعا بشيء. والله ما جازيهم عمي، والله ما جازيهم. تواصل القوات العراقية عملها بكسر شوكة داعش وجبر نفوس المواطنين الهاربين والنازحين. تتعدى المسألة موضوع تقديم مساعدات الطعام والشراب والمأوى والعلاج على أهميتها، إنه العمل على نقل المواطنين من جانب الخوف إلى ضفة الأمان والمستقبل المطمئن. إن شاء الله. أعلن قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رائد شوكة تقدم القوات العراقية مئات الأمتار في الزنجيلي. مراسلنا عبد الله بدران يتابع أيضا هذه المعارك. تنتقل القوات العراقية في إدارة معركتها لاستعادة الزنجيلي كأحد أبرز خطوط داعش الدفاعية شمال المدينة القديمة إلى أسلوب حرب الشوارع المعقد والدقيق، وهو أسلوب التنقل من منزل لآخر لاستعادة منزل تلو آخر في ذات الشارع وذات الحي. وهكذا تضطر القوات العراقية لفتح هذه الفتحات بين البيوت والمنازل من أجل تأمين حركة المقاتلين في الشرطة الاتحادية وقوات المغاوير. جهد لفتح هذا الحائط من أجل التنقل لسماكته، ولكن لتأمين حركة القوات بعيدا عن رصاص القنص. هذا الزقاق مقنوص، الآن كاميرا الميادين ترصد زقاقا مقنوصا. إذن
ميادين تتعرض في هذه الأثناء برصاص قنص داعش الذي استهدف عربة الهمضي التي يتنقل بها فريق الميادين في الزنجيل. ما ضربة؟ الإطلاقة هي في حوض الإطلاق المعروف بالجنر، ويمكن للمقاتل وين ضربنا؟ جنر حاسب رصاصة 12:30 حاليا احنا بمنطقة الزنجلي، قام القناص الداعشي باستهداف قناة الميادين والإعلام الحربي للشرطة الاتحادية، لكن الحمد لله والشكر احنا ان شاء الله منتصرين، ونقول نبشر اهالينا في الموصل وفي العراق اجمعين ان شاء الله ما باقي اي داعش، ان شاء الله مقبرتهم هي الموصل. من الموصل عبد الله بدران، حسين نصار، الميادين. جلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس على جرح الحشد في مستشفى المياحي غرب الموصل. المهندس أشاد بالجهود التي بذلت لإنشاء المستشفيات الميدانية من سامراء حتى الموصل. قوات الحشد الشعبي تتقدم على الخط الحدودي بين العراق وسوريا بالتزامن مع تعزيز التصدي لمحاولة داعش العرقلة. هذا تقرير لمحمد الفهد. كاميرا الميادين على الخط الفاصلي بين العراق وسوريا. نقف الآن على الأرض العراقية وهذه هي الأرض السورية. هذا الخط أنشئ في السابق، لكن تنظيم داعش بعد سيطرته على الموصل قام بفتح ثغرات في هذا الخط المحصن لاستقدام الإمدادات بين البلدين. قوات الحشد الشعبي سيطرت على هذا الخط ونشرت نقاط الارتكاز وخطوط الصد والمراقبة لمسافة 18 كيلومتر. رفع العلم العراقي على هذا الخط والتقدم مستمر باتجاه الجنوب، وبحسب قيادات الميدان في الحشد الشعبي أن القوات سوف لا تتوقف عند هذه النقطة وستستمر للسيطرة على أطول مسافة من هذه الحدود الطويلة بين البلدين. تم تحرير هاي القرى اللي هي الحدود العراقية السورية، هذا الساتر اللي هسه واضح لك، هاي الأعلام العراقية، هاي الحدود العراقية السورية. القوات الآن في حالة اندفاع نحو الجنوب للسيطرة على القرى التي تقع على هذا الخط، ويتخذ منها تنظيم داعش كمصدات ونقاط دفاعية خارجية. ضمن محاولات تنظيم داعش لفتح ثغرة مرة أخرى في الحدود العراقية السورية، الآن قوات الحشد الشعبي تشتبك مع تنظيم داعش وتتصدى لسياراته المفخخة وتسلل عناصره الانغماسية على الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا. الآن تنظيم داعش يدفع بسيارة مفخخة باتجاه خط الصد على الحدود العراقية السورية. محمد الفهد، علي جواد، من الحدود العراقية السورية غرب الموصل، الميادين. في سوريا استشهد 43 مدنيا بينهم أطفال باستهداف طائرات تحالف واشنطن حارة الجميلية في الرقة، وفق ما أعلن التلفزيون السوري. المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو أكد حصول تقدم غرب الرقة وأن إطلاق معركة المدينة بات قريبا بعدما تسلمت القوات دعما أمريكيا. هذا وتواصل هذه القوات تمشيط بلدتي المنصورة وهنيدة جنوب غرب الرقة بحثا عن مسلحين لداعش لم يغادروا بعده.
معي مباشرة من العاصمة السورية دمشق مراسل ميادين محمد الخضر. محمد، آخر التطورات المتعلقة بما يجري في الرقة وفي محيطها. في الواقع كمال، التطور الأبرز هو هذا الإعلان عن قرب، يعني خلال أيام بدأ عملية الرقة بشكلها الكامل والنهائي. تكرر هذا التصريح من قياديين كثر، طلال سلو آخرهم، قبله نوري محمد المتحدث باسم قوات حماية الشعب، وقبله كانت تحدثت جيهان الشيخ أحمد وهي المتحدثة باسم غضب الفرات. على ما يبدو اكتملت الصورة من أجل بدء هذه العملية. هناك كان اليوم حسم كامل لمعركة منطقة المنصورة بشكل كامل، أعلن السيطرة عليها. هناك معارك في هنيدة، وهذه المناطق تقع في الجنوب الغربي من الرقة. هناك تقدم في الجهة الغربية، القوات قصد أو سوريا الديمقراطية على بعد حوالي 10 كيلومترات من مركز المدينة غرب الرقة. وهناك تقدم أساسي ومهم في الواقع هو في الجهة الشرقية ويصل حتى حي المشلب وهو جزء من أحياء المدينة من مدينة الرقة. هذه التطورات في الواقع، ومع الإعلان الأمريكي الواضح، مسؤول الأمريكي مسؤول قوات التحالف ديلون، الجنرال ديلون، تحدث عن وصول أسلحة متعددة، يعني متوسطة وخفيفة ونوعية كما أسماها، من أجل بدء هذه العملية. لذلك كل هذه المؤشرات والتطورات على الأرض والحديث عن السيطرة خلال أسبوع واحد على حوالي 350 كيلومترا مربعا في الجزء الغربي والشمالي والشرقي من أراضي هذه المحافظة، يشير بالفعل إلى أن موضوع بدء عملية مدينة أو مدينة الرقة تحديدا سوف تكون خلال أيام. كان هناك اتهامات محمد لقوات سوريا الديمقراطية بأنها خرجت باتفاق أو دخلت إلى المنصورة وهنيدة باتفاق مع مسلحي داعش. بعض المصادر اتهمت قوات سوريا الديمقراطية بذلك وقالت بأن الأرتال أرتال داعش خرجت باتجاه البادية. هذا يعتمد أيضا على اتهام روسي سابق في هذا الموضوع. الدخول إلى هذه البلدات كيف تم محمد؟ في الواقع كانت هناك اشتباكات، لكن هذه الاتهامات بالفعل كانت من مصادر محلية وهي موجودة في تلك المناطق، ما يعطيها بعض المصداقية في الواقع لمثل هذه الاتهامات. ثم الدليل الآخر الذي يعني يدعم هذه النظرية أو هذه الاتهامات هو في الواقع سهولة السيطرة على مدينة بحجم أو على بلدة بحجم المنصورة، وبهذه السرعة خلال يومين فقط جرى السيطرة أو جرت السيطرة على هذه المدينة. معروف أن داعش لديه يعني أساليب دفاعية وخصوصا في المفخخات والانتحاريين لم تستخدم في مثل هذه العملية. كل هذه الدلائل تشير إلى وجود ما يشبه مثل هذا الاتفاق، وهو ما تم فيه بشكل كامل طبعا مصادر قصد، وآخرها كان حديث نوري محمد الذي نفى كليا وأكد أن هناك معركة وسوف تبدأ خلال أيام، والدليل على ذلك ما سيكون في الرقة خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من دمشق. صد الجيش السوري هجوما لمسلحي داعش باتجاه دوار البانوراما وتلت الصنوف على المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور. مصدر عسكري قال أن سلاحي الجو والمدفعية استهدفا مقر داعش وتحركات مسلحيه باتجاه تل علوش ومفرق الثردة والمكبات والبانوراما وطريق تدمر. وحدات الجيش السوري وبمساندة من سلاحي الجو السوري والروسي نجحت في صد كل هجمات تنظيم داعش على جبهات دير الزور ومنعته من تحقيق أي مكسب ميداني. داعش يعتمد في ضرباته أسلوب القصف والهجوم في محاولة منه لزعزعة خطوط الجيش الدفاعية التي بقيت صامدة من دون أي تغيير في خارطة السيطرة. الجيش السوري عمد إلى تكثيف الغارات على مواقع التنظيم في منطقة المقابر ومحيط المطار العسكري. غارات دمرت مرابض مدفعية وزوارق لداعش على جبهة مستشفى القلب المفتوح وباتجاه الحسينية والريفين الشرقي والشمالي في عمق مناطق التنظيم، الذي يدرك أن أحد أهداف عملية الفجر الكبرى التي أطلقها الجيش السوري هو الوصول إلى دير الزور لفك الحصار المستمر منذ 3 سنوات. داعش يسعى للضغط على الجيش داخل المدينة من خلال سلسلة هجمات كبدت المسلحين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. قادة الميدان في الجيش السوري يؤكدون أنهم يملكون القدرة التسليحية والبشرية الكافية لصد كافة هجمات التنظيم والثبات حتى فك الحصار على نحو نهائي عن المدينة.
فشل التنظيم المتتالي في إحداث خروقات في الخطوط الدفاعية للجيش السوري دفعه إلى قصف المدنيين في الأحياء المحاصرة، ما أدى إلى استشهاد 55 شخصا وإصابة العشرات، وجلهم من النساء والأطفال. الجيش السوري وحلفائه حرروا الجزئين الشمالي الشرقي والأوسط من سلسلة جبال الطويحنة شرق محور خناصر أثرية في ريف حلب الجنوبي الشرقي. مصدر عسكري سوري أكد أن العملية أوقعت عددا من مسلحي داعش بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير آلياتهم وعتادهم. وفي جنوب سوريا تدور معارك بين الجيش وجبهة النصرة في حي المنشية بدرعة وفي درعا البلد، كما تدور معارك بين داعش والمجموعات المسلحة في ريف درعا الغربي. فدا مراسل الميادين بوصول تعزيزات لقوات التحالف السعودي باتجاه مواقع الجيش اليمني واللجان في معسكر القوات الخاصة شرق تعز جنوب اليمن. يأتي هذا بعد إعلان قوات هادي عن هجوم من ثلاثة محاور على المعسكر. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن سيطرة الجيش على معسكر التشريفات والقصر الجمهوري في المدينة، فيما يجري تمشيط الأحياء المجاورة لهما في ظل محاولات لقوات هادي دخول القصر والمعسكر. حذرت منظمة اليونيسف من انتشار وباء الكوليرا بسرعة في اليمن، مرجحة استمرار انتشار الوباء مع احتمال وصول عدد الإصابات إلى 130 ألفا خلال الأسبوعين المقبلين. تقرير بيسان طراف. تفشي غير مسبوق لوباء الكوليرا في اليمن، ومن المحتمل أن يصل عدد الحالات المشتبه في إصابتها إلى 130 ألف حالة خلال الأسبوعين المقبلين. أرقام مروعة كشف عنها المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط خيرت كابيلاري، الذي أشار إلى أن وضع الأطفال السيء تحول إلى كارثة في البلاد. وأضاف كابيلاري عقب زيارة إلى اليمن أنه تم الإبلاغ عن نحو 70 ألف إصابة بالكوليرا خلال شهر واحد فقط، وعن وفاة نحو 600 شخص. المدير الإقليمي تحدث عن أوضاع الأطفال الخطيرة في المستشفيات من خلال مشاهدته مناظر مروعة لأطفال يحتضرون وأطفال قد فارقوا الحياة بصمت قبل بزوغ فجر جديد، ولأطفال يزنون أقل من كيلوغرامين ويصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة. 16 مليار دولار تحتاج إليها منظمة اليونيسف على نحو طارئ لمنع انتشار وباء الكوليرا أكثر في البلاد، يقول كابيلاري. وقد تمكنت المنظمة من إيصال 40 طنا من المعدات الطبية المنقذة للحياة. هذه الأرقام والمستجدات الطارئة التي حذر منها كابيلاري كان قد أكدها للميادين في 15 من أيار مايو الماضي الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. اليوم نقدر عدد الحالات المشتبه بأنها مصابة بالكوليرا منذ شهر واحد بنحو 70 ألف حالة. نحو 600 شخص ماتوا جراء هذا الوباء، 40% منهم أطفال، وهناك أكثر من 1000 طفل يدخلون يوميا ومنذ أسبوعين إلى مراكز الاستشفاء ولديهم عوارض الإسهال والكوليرا. هذا الوباء ينتشر في 19 محافظة، ولكن على نحو سريع في مدينة صنعاء ومحافظتي تعز وإب. أمام هذه الكارثة لا يسع المنظمات الدولية سوى مناشدة المجتمع الدولي لتوفير الدعم الفوري لجهود الإغاثة لإنقاذ حياة الأطفال في اليمن. وفي السودان أعلن وزير الصحة تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بالكوليرا، بينها 272 حالة وفاة منذ أب الماضي. وأضاف أن سبب انتشار الوباء يكمن في تلوث المياه، مبديا تخوفه من انتشار الكوليرا خلال موسم الأمطار، داعيا الحكومة إلى البقاء في أعلى مستوى من الجاهزية. هذا وحذرت واشنطن رعاياها المقيمين في السودان من تفشي وباء الكوليرا في البلاد، ودعتهم إلى التقيد بإجراءات الوقاية. فاصل نتابع بعده مباشرة النشرة السابعة.
مجددا حياكم الله. دخلت مدينة الحسيمة المغربية يومها الثالث في الإضراب مع استمرار التظاهرات في شوارعها، وسجلت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة أم زورين المجاورة للحسيمة شمال البلاد. سلمية بدأت التظاهرات في مدينة أم زورين، لكن سرعان ما تدحرجت كرة الغضب في شوارع المدينة المجاورة للحسيمة شمالي المغرب. الاشتباكات اندلعت بين المتظاهرين وعناصر الشرطة بعد محاولة الأخيرة تفريقهم بخراطيم المياه. يطالب هؤلاء بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الناشط ناصر الزفزافي، وبرفع التهميش السياسي والاجتماعي عن أبناء الريف المغربي. وإلى الحسيمة التي تواصل إضرابها العام، حيث أغلقت كافة المحال التجارية في المدينة، لكن شوارعها لم تخلو من التظاهرات. في المقابل انتشرت القوات الأمنية عند مداخلها لمنع الراغبين من المشاركة. أنا رجلي كنحسبو وسام، أنا وسام على صدري كنحسبو رجلي، وإما أنا كن حنايا الدولة ديالنا راه ما عندناش لا حقوق لا عدالة لا كرامة. تجلل كنا معتقلين سياسيين وحنايا ديما سلميين، واخا رغم القمع رغم السجون حنايا ديما سلميين ولا زلنا صامدون وغنكملوا مسيرة ديالنا حتى تحقيق الملف المطلوب به وإطلاق سراح جميع معتقلين. عدد المعتقلين إلى ارتفاع، حيث أحالت الشرطة متظاهرين على النيابة العامة، كما أعلنت الحكومة اعتقال 31 آخرين نقلوا إلى الدار البيضاء من بينهم الزفزافي. هذا التصعيد ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى شهر تشرين الأول الماضي بعد موت بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة للقمامة أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها الشرطة. الأنباء الواردة من المغرب تشي باتساع نطاق التظاهرات وانضمام مزيد من المدن الكبرى إلى الحراك السلمي. وبالرغم من محاولة السلطات احتواء الأزمة وتهدئة الشارع، ثمة خشية من تدهور الأمور. يواصل الجيش الليبي تقدمه وسط البلاد وسيطر على مدن استراتيجية في منطقة الجفرة الصحراوية. تقدم الميدانية وسط سجال أثاره إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عن إنشاء 7 مناطق عسكرية في البلاد. باتجاه المناطق الاستراتيجية يواصل الجيش الليبي تقدمه مدعوما بغطاء جوي. الوجهة هذه المرة كانت منطقة الجفرة، حيث أعلن الجيش تحريرها بالكامل بعد سيطرته على مدن ودان وهون وسوكنة وقاعدة الجفرة الجوية، حيث خاض الجيش فيها معارك مع مجموعة سرايا الدفاع عن بنغازي المتشددة. بني وليد الواقعة شمال غربي الجفرة ستكون وجهة الجيش الليبي بحسب المتحدث العسكري أحمد المسماري، ليواصل الجيش بذلك توسيع رقعة وجوده وسط ليبيا وجنوبها. سجال العسكر ترافق مع سجال سياسي واسع أثاره إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إنشاء 7 مناطق عسكرية في أنحاء البلاد تتبع له بصفته القائد الأعلى للجيش، خطوة يتوقع أن تضع حكومة السراج في مواجهة مع المشير خليفة حفتر الذي يعتبر نفسه أيضا القائد الأعلى للجيش، حيث سارع البعض إلى التساؤل عن إمكانية إنشاء المناطق العسكرية في ظل وجود الجيش الليبي في جزء كبير من المناطق السبع. بدت لافتة مسارعة نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري إلى النأي بنفسه عن القرار، مؤكدا أن السراج اتخذه منفردا. إعاقة تقدم الجيش الليبي نحو مناطق جديدة على تخوم سرت وطرابلس هي هدف القرار بحسب أوساط حفتر، التي قارنت بين خطوة السراج الحالية وإنشاء غرف عسكرية في السابق، والتي سمحت آنذاك بسيطرة المجموعات المسلحة في الغرب. أعلنت حركة نداء تونس ملاحقة النائبة صابرين القبنطيني قضائيا بعد طردها من الحزب وتجميد نشاطها في مجلس نواب الشعب. جاء ذلك في تصريحات للقبنطيني
اتهمت فيها قيادة الحزب بالتآمر على أمن الدولة، إضافة إلى علاقة عدد من النواب برجل الأعمال الموقوف شفيق جراية وبقوات فجر ليبيا. هذا تقرير لسميح البغانمي. التآمر على أمن الدولة في اجتماعات نداء تونس، معلومات أعلنتها النائبة عن الحزب صابرين القوبانتيني. النائبة قوبلت بطردها مباشرة بعد هذا الموقف من الهيئة السياسية للحزب وبتجميد نشاطها في البرلمان، وأعلن الحزب ملاحقتها قضائيا وفق ما جاء في بيان له. النائبة البرلمانية ردت بالتصعيد في الموقف، معلنة وجود علاقة بين منتمين إلى الحزب وشفيق جراية وفجر ليبيا. ليس سرا أن هنالك علاقات تربط عدد من نواب نداء تونس مع المدعو شفيق جراية، وبالتالي هذه يعني هذا الكلام ليس جديدا، الجميع يعرف هنالك الوفد الذي ذهب إلى ليبيا رفقة شفيق جراية وبدون علم مدير عام مدير التنفيذي للحزب، وهذه الأشخاص اليوم عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ماقي. تهم دفعت بالنيابة العمومية إلى فتح تحقيق، ولا سيما أن صابرين القوبانتيني أكدت أن لديها أدلة ومعطيات في عدد من الملفات الخطيرة ستقدمها إلى القضاء. هذه المعلومات ليست جديدة، فقد سبق أن أعلنت النائبة ليلى شتاوي التي طردت بدورها من الحزب أن هناك نواب من حزب نداء تونس سافروا مع شفيق جراية إلى ليبيا والتقوا ميليشيات على علاقة بهذا الأخير الذي تجمعه علاقة وثيقة بزعيم فجر ليبيا عبد الحكيم بالحاج. قيادات نسائية بارزة في الصف الأول من نداء تونس، وعندما تحدثنا عن الفساد، عن التآمر على أمن الدولة، عن التورط في قضايا هامة وخطيرة، فهذا يعني أن الحزب مقدم على أيام لا نريد أن نكون متشائمين لكنها أيام سود. فانتظار ما سيكشف عنه التحقيق، يبدو أن نداء تونس قد يواجه شرخا جديدا، فضلا عن احتمال مثول بعض قاداته أمام القضاء العسكري. اتهامات للحزب الأول من قبل أبنائه بالتآمر على أمن الدولة، اتهامات قد تعيد الأزمات من جديد إلى داخل هذا الحزب، الأمر الذي سيخلف تداعيات كبيرة على المشهد السياسي في البلاد. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. عينت الاستخبارات المركزية الأمريكية مدبر عملية اغتيال القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية مسؤولا عن عمليات CIA ضد إيران. وفق صحيفة نيويورك تايمز، فإن تعيين مايكل داندريا يشير إلى مواصلة الإدارة الأمريكية النهج المتشدد إزاء إيران، خصوصا أن سجل داندريا حافل بالعمليات السرية. مايكل داندريا، الملقب بأمير الظلام أو آية الله مايكل أو الرجل الشرس كما تسميه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بات حاليا المسؤول عن ملف مراقبة وإدارة العمليات ضد إيران. الصحيفة أشارت إلى أن سجل داندريا حافل فيما يتعلق بالإدارة والتخطيط لعمليات CIA في الخارج، بينها اغتيال القائد العسكري في حزب الله عماد مغني بعبوة في العاصمة السورية دمشق، وتحديد مكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل قتله داخل منزله في باكستان. تعيين داندريا في هذا المنصب يؤشر بحسب الصحيفة الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية عازمة على مواصلة التصعيد ضد إيران، خطوة قال مراقبون إنها واحدة ضمن سلسلة خطوات داخل الاستخبارات المركزية، وتدل على المقاربة الأكثر تشددا للتجسس والعمليات السرية الأمريكية في ظل إدارة مايك بومبيو للوكالة. وبحسب نيويورك تايمز، يتميز داندريا الذي تحول إلى الإسلام بعد زواجه من سيدة مسلمة وابن العائلة التي تمتد علاقتها بالاستخبارات إلى جيلين سابقين، يتميز بقدرته على قيادة برنامج عدائي ضد إيران بذكاء. ولفتت الصحيفة إلى أن الساحة الإيرانية تعتبر أكثر الأهداف صعوبة بالنسبة إلى الاستخبارات الأمريكية، ولا سيما أن واشنطن تفتقر إلى وجود دبلوماسي لها في طهران، إضافة إلى امتلاك الاستخبارات الإيرانية خلال 4 عقود خبرة في مواجهة التجسس الأمريكي والعمليات السرية ضدها. تظاهر مؤيدون للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس للمطالبة باستقالة النائبة العامة المعارضة. بالاستقالة طالب المئات من الفنزويليين النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا.
المئات أيدوا مشروع الرئيس نيكولاس مادورو إجراء استفتاء استشاري على دستور جديد كان قد اقترحه في محاولة منه لإخماد الاضطرابات التي تعاني منها البلاد منذ 3 أشهر. نحن ندافع عن وطننا الأم ونلتزم بالدعوة إلى جمعية تأسيسية لإعادة صياغة الدستور، لأن ذلك يصب في شرعية الرئيس الراحل هوغو تشافيز. اتهام المتظاهرين لأورتيغا بتشجيع العنف في البلاد يأتي بعدما شددت على أن تشكيل الجمعية التأسيسية من دون استفتاء شعبي يهدد بالقضاء على الديمقراطية في فنزويلا بحسب تعبيرها. ويعتبر المتظاهرون أن أورتيغا مرتبطة على نحو وثيق بالإرهاب والفاشية. أيتها النائبة العامة، الشعب يتكلم هنا، جئنا للمطالبة بالمشاركة في الجمعية الوطنية لصياغة دستور جديد. إعلان طرح الاستفتاء الذي يرى فيه مادورو مشروعا لبناء فنزويلا ووسيلة ناجعة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ترفضه المعارضة، مؤكدة عدم مشاركتها في الجمعية التأسيسية بعد أن اعتبرت القرار الحكومي مخالفا للقانون. المعارضة كانت قد انتقدت قرار مادورو واصفة إياه بالمناورة للبقاء في الحكم، ودعت إلى توسيع رقعة الاحتجاجات في البلاد في وقت تعيش فيه فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بسبب تراجع أسعار النفط واستمرار المعارضة في شل الحركة التجارية في البلاد. تحافظ الأسر في العاصمة الجزائرية على عادة اللمة التي تجمع أفراد العائلة في سهرات الموسيقى الأندلسية للاستماع إلى موشحات موروثة من حضارة الأندلس. تقرير أسامة عبد النور. البدر في كماله يسحر عيون الساهرين، والكلمات في عذوبتها ورونقها الأندلسي تتناهى إلى أسماع العائلات في سهرات رمضانية تطغى عليها موشحات العازف زرياب ووصلاته الموسيقية مستحضرة عبق ليالي الأندلس الغابرة. أشعار قديمة جدا ونقية جدا، وتتكلم على الحب وعلى العشق وعلى الطبيعة، والجهة الأخرى تاع رمضان اللي راك تكلمني عليها هي الموسيقى الكلاسيكية الأندلسية والحوازة والعواد اللي يتكلموا على خلق كل كون. في تناغم بين الإيقاع والكلمات تميل العاصميات على مسرح الفن، مسرح يحاكي مخادع الأميرات في القصور والحدائق وأشجان غنائهم، غناء بلغ مسامع العالم. هذا النوع الموسيقي هو اللي غدى العالم، كي نشوفوا مثلا التسلسل نتاع الحركات الموسيقيه من مصدر، هي خماسيه الحركات، مصدر البطيحي الدرج الانصراف ثم الخلاص، ما هو الى تسلسل لحقبه زمنيه، وما هو الى تسلسل لمخيال وتصور للانسان. وفي روايه اخرى يا سادتي الكرام، بين الوسطة الموسيقية والأخرى تروى حكاية القصيدة وبطلة أبياتها، قصص عن الحب والجمال، عن الأنفة والأخلاق. كانت هناك حياة، كان هناك حركة، حتى وإن كانت الجزائرية محجبة ومحرومة من الشارع، ولكنها كانت تحب وتعشق أيضا. 3 مدارس كبرى تشد عضد الفن الأندلسي في الجزائر، إرث يوصف بالطاهر المعتق. لا تكتمل نكهة سهرات الشهر الفضيل عند العاصميين إلا بموشحات الفن الأندلسي وموسيقاه العذبة المهذبة المعبقة بقصص الحب وعبر الحياة في عصور خلت كانت الحضارات في الجزائر
مصدر إشعاع وإلهام. سمع عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. وفي إيران يعد خبز السانغانغ من الطعام الواجب توفره على المائدة الإيرانية، ولا سيما في شهر رمضان، نظرا إلى قيمته الغذائية ومذاقه الطيب. تقرير حازم كلاس. نحن نعمل على طهو الخبز للصائمين الأعزاء، حيث يأتي الجميع لشراء خبز السانغانغ لمائدة إفطارهم كي يكون الخبز طازجا للإفطار. وفي الشهر المبارك الزبائن الكرام يقفون لساعات في الصف لأخذ الخبز طازجا، وبالنسبة إلينا صعوبة عملنا تزداد في هذا الشهر المبارك. لأننا صائمون والحرارة شديدة إلى جانب الصيام تجعل الأمور صعبة، لكن عندما نرى أننا نوفر الخبز لكل هؤلاء الصائمين الأعزاء فإننا نشعر بالسعادة وننسى تعبنا. وفي إيران هناك أهمية خاصة لخبز السانغانغ لأن قيمته الغذائية أكبر من غيره، كما أنه أفضل حيث لا تستخدم مواد كالصودا فيه، ويوضع عليه السمسم أيضا، ويعد بطريقة تقليدية وعلى نحو ممتاز. عندما نأتي لطهو الخبز نتوضأ ونعد العجين، بعدها نبدأ الخبز، لأن الخبز بركة موجودة على مائدتنا ومائدة الزبائن الأعزاء. أمنيتنا في شهر رمضان المبارك أن تحل كل المشاكل إن شاء الله للجميع، وأن يشفى المرضى، وأن نشهد عزة بلدنا العزيز إيران، وأن يعم السلام والصفاء والهدوء كل العالم، وأن يتخلص المسلمون من الحروب، وأتمنى التوفيق لجميع الخبازين وللجميع. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. مصادر دبلوماسية تؤكد للميادين: قطر سلمت حماس لائحة بأسماء أعضاء في الحركة يجب أن يغادروا الدوحة. القوات العراقية تتقدم في السنجيل بالموصل، والنازحون يروون للميادين معاناتهم مع داعش. قوات سوريا الديمقراطية تمشط المنصورة وهنيدة بمحيط الرقة، وتعلن قرب إطلاق عملية السيطرة على المدينة. وزارة الدفاع اليمنية تعلن عن سيطرة الجيش واللجان على معسكر التشريفات والقصر الجمهوري في مدينة تعز. مزيدا من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت، الميادين دوت نت، باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. إلى اللقاء.